الفقرة دي بقى عايزة كل الستات يركزوا معايا قوي قوي. الحقيقة مش كل الستات بس، لا وكل الرجالة، لأن زمان كان في فقرات نقول دي فقرات تخص الست، لكن اكتشفت إن الرجالة بقوا أكتر مننا اهتمام بنفسهم، وده حقهم، حق أي إنسان إنه يبص في المراية ينبسط بشكله، ينبسط ببشرته، ما يحسش إنها مرهقة ولا باهتة، ولا يحس بالعجز فيها. وعلى فكرة عجز البشرة مش مرتبط بسن، يعني بنشوف سن كبير لكن لأن في اهتمام فالحقيقة بنلاقي في نضارة كده وفي نوعية بشرة زي البيبيهات. فالفقرة دي مهمة جدا جدا، لأن احنا في أيام حر قوي وصيف جدا جدا، والصيف والحر بيأثروا بشكل سلبي على البشرة. معايا الحقيقة طبيبة من الناس اللي شهرتهم يعني أو ليهم صيت كبير جدا جدا في كيفية الاهتمام والعناية بالبشرة، هتقول لنا على كل الخبايا والأسرار وإزاي أبص في المراية ما حاسش إن أنا ست عجوزة. يعني في بنات صغيرين بيبقوا 20 سنة أو 25 سنة وتحس إن بشرتها لا مش ما فيهاش نضارة الشباب. فبتشرفني في الفقرة دي دكتورة دينا خيري، استشاري جلدية وتجميل وليزر والبورد الأمريكي، سوري والبورد الكندي في الجلدية والتجميل. يا اهلا يا دكتور، اهلا بك، شرفتيني وانستيني. الله يخليك. واسمحي لي اقول لك اسم الله ما شاء الله. بشرتك عامله زي بشره الاطفال. الله يبارك فيك. يعني في كده انت بصراحه في الحقيقه احلى ما بنشوفك في التلفزيون. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. المكياج مداري. لا لا انا شفتك بره. لا ما شاء الله تبارك الله يا حبيبتي، ربنا يخليك. طيب نعمل ايه احنا في الصيف؟ والحقيقه حتى في الشتاء برضو، يعني في برضو مؤثرات المناخ بشكل عام بتأثر تأثير يعني عظيم وكبير جدا على الوش، لأن الوش هو العرضة لكل التغيرات المناخية. إذا كانت أكيد شمس فظيعة فبنتأثر، إذا كان حر، إذا كان حتى برد جامد فبرضه بنتأثر. كلمينا عن البشرة ونحترمها إزاي؟ هو بمنتهى البساطة كده أنا لازم أحترم الجو اللي أنا عايشة فيه. الصيف الفظيع اللي احنا عايشين فيه والشمس الفظيعه دي، ما ينفعش اي واحده فينا لا ستات ولا رجاله ينزل الصبح من غير ما يحط واقي شمس. طبعا البحر والبسين والحاجات دي، حتى الاطفال لازم واقي شمس. في انواع واقيات شمس كتيره يعني، بس انا بفضل الحاجات اللي هي بتبقى سبراي والحاجات ده، بتحافظ على البشره، بتمنع اكسده البشره. فيتامين سي سواء هناخده تابلت سواء هناكله في صورة خضروات السلطه والفواكه والحاجات دي، وممكن فيتامين سي سيرم تحطه حتى الرجال يحطوه كمان بالليل، ما فيش اي مشكله يعني. عندي مشكله ثانيه، ان انا في الصيف بتكتر كمان المناسبات الحلوه. وهي المفروض تبقى مش مشكله، لكن مشكله ان انا اروح مناسبه والناس تشوفني فمثلا يقول ايه ده مالك، في ايه، مال وشك بهتان كده، حتى ببقى حاطه مكياج او صح. بس لا بتحصل النضاره لو ما كانتش موجوده. ايوه صح، مهما تداريها بالمكياج بالعكس المكياج بيزود اكتر صح رؤيه الدفوهات اللي في البشره. صح صح فعلا. اعمل ايه؟ اهتم ببشرتي بدون ما احط في بالي ان انا عندي مناسبه او ما عنديش مناسبه. بس انا مره واحده ظهرت لي مناسبه. طب ثانيه واحده، انا برضو وحاجه تكلمي، انا عايزه ايه ده بقى؟ لا دي علشان زي ما انت قلتي كده، علشان دي ابره البلوم دي جميله جدا، هي فيها هيلورونيك اسيد، معظم الناس دلوقتي بقت عارفاه اللي هو للترطيب ونضاره البشره، فيها ميزو بوتوكس علشان الناس اللي بتشتكي من المسامات الواسعه والفاين رينكلز اللي بتظهر بعد سن ال 30 والحاجات ده، فيها بي دي ار ان، الدي ان اي بتاع السلمون بيجدد الخلايا التلفانه بتاعه الجلد. يعني دي مش مجرد بس حاجه انها تداري، لكن دي بتعالج. لا لا دي بتعالج، دي انجكشن، دي بتعالج. يعني انا لو عندي مناسبه كمان 20 يوم عملتها قبلها ب 10 ايام نتائجها روعه. والله. وكاروتين لو انت عملتيها كل 3 4 شهور نتائجها جميله جدا. يعني ده انت حضرتك عماله تقولي في مكونات فيها. ايوه هي كانها فيتامينات. ايوه افضل من الفيتامينات كمان. هي انجكشن بتحقن سبكوتينيوس، نتائجه جميله جدا ابتداء من سن 25 30 سنه واحنا طالعين لغايه 60 بقى 70 سنه يعني. واعتقد كل ما ابتدي بدري. طبعا كل ما بدات بدري وكل ما اهتميت اصلا انا كمان في البيت بتغذيتي بمرطبات مناسبه لبشرتي بغسولات بواقي شمس زي ما قلت قبل كده. يعني انا لما باجي لحضرتك بتوصفي لي بالظبط ايه اللي هنحطه، ايه اللي هنعمله. اكيد طبعا. وكمان
وديكي روتين بعدها تمشي عليه عشان تحافظي على الجلسة، ما تعمليش جلسة تفرحي بيها شهر وبعد كده خلاص. يعني انا بديكي روتين تمشي عليه علشان لما تجيلي المرة التانية اللي بعدها تحسي ان الاولانية فرقت معاكي والتانية زودت. طب الروتين اللي حضرتك بتقولي عليه ده بيحافظ لي على الـ العلاج اللي حضرتك بتديهولي فترة اطول؟ فترة اطول. طيب في صورة برضو تانية قدامنا، هي الفكرة، هي الفكرة ان هو بيمنع الزمن، يعني بيمنع ان انا يظهر عليا السن، يعني لان هي فيها زي مادة زي البوتوكس، البوتوكس اللي هي انتي رينكلز يعني. ايوه. فهي مادة اللي هي لو جابوا الصورة التانية اسمها هيالوتوكس بي دي ار ان، فهي الصورة اللي بعدها هيجيبوها لنا اكيد. طيب عايزة برضو اعرف الجديد بقى في عالم البوتوكس والفيلر. في الحقيقه تقنيه جديده انا شغاله فيها بقى لي فتره اسمها هايبرد فيلر. هايبرد بالعربي اللي هو الهجين. ما عدناش زي قبل كده نحط ده فيلر. نوع حاجه غير الفيلر ولا لا؟ هو فيلر بس نوعين فيلر بيتخلطوا مع بعض. بحيث ان انا ما تجيلي واحده مثلا ايا كان نازله من تكميم بشرتها مجهده، مش لازم تطلع من عندي منفوخه. المناظر الفيك قوي اللي الناس بتتخض منها والحاجات ده، وبقت الحقيقه شكلها مش حلو. حقيقي بقت ده النتيجه مش حلوه، لان في ناس حقيقي بتنفخ بشكل مبالغ فيه. صحيح. وفي ناس تقول لك انا عايزه يعني اطلع محدش يحس ان انا عملت حاجه. ايوه. يقولي الله انت محلويه ما مش حاسه ان انا عملت حاجه. فالحقيقه تقنيه الهايبرد فيلر دي فيها فيلر حبيبات الكالسيوم، ده بيديني زي تجديد للبشره وشد للبشره من غير ما يديني نفخ. بأضيف معاه فيلر اللي هو الهيالورونيك اسيد، بيديني نفخ بسيط ورفع. يعني تقنيه سمعنا عنها اللي هي هايبرد فيلر او فيلر مائي او ايا كان المصطلح اللي بيتقال يعني، بس هي التقنيه دي طالعه جديده على الايره وحلوه يعني. هم المفروض في صور هتنزل في دلوقتي. في صور، نزلوا لنا صور يا جماعه الموجوده، يا ريت نشوف الصور. لا ده فيلر شفايف عادي. لا ده فيلر عادي. انت حضرتك الصور اللي عايزاها ايه؟ بس هنا برضو لا اسمحي، عند الصوره القمر دي. الشفايف فوق مش الشفايف تحت. هو انا الحقيقه بعتمد في الانجكشن بتاعي كله ان انا ما اديش النفخ الفيك، يعني املى بس حاجه بسيطه وتبقى شكل ناتشرال، ما فيش دي كمان المبالغه. ايوه. يعني حضرتك افرك، طب يعني انت كل وش بتشوفيه بتشوفي نسبه المظبوطه ايه؟ اكيد مش يعني مش لما مدام نشوى تخشي لي زي مين يدخلي زي مين تدخلي. احنا بنلاحظ كده ان في مثلا تحسي ان الشكل بقى واحد. لا لازم فيس اناليسز قبل ما ابدا باي حاجه، لازم فيس اناليسز اعرف هبدا بايه. مش لازم اعمل لك كل حاجه دلوقتي، بس لازم لما تخلصي كل حاجه من عندي زي ما دخلتي نشوه تطلعي نشوه، ما تطلعيش حد تاني. حاسه بان انا وشي حلوة. رجع نضارته زي زمان كده. وحاسه ان بشرتي صغرت، مش معجزه. أكيد. تمام خلاص انتوا كده تمام. دي تقنيه الهايبرد فيلر. دي يعني عندنا خطين الابتسامه، هو الصوره مش عارفه هي مش واضحه ليه. لا ما هي واضحه للي بيشوفونا. طيب يعني كويس. هي عندنا مش واضحه. دي كانت طالبه يعني كانت شويه نازله في الوزن، عملنا لها الهايبرد فيلر. هي طالعه ما فيش، هي بس يا دوب الجولاين اتحدد. أيوة. الكونتور الخدود حدد حاجه بسيطه وبعد كده خلاص ما فيش. طيب. نفخ الفظيع اللي بنشوفه ده. هي واضحه جدا على شهرك. كده شيء واضحه. دكتور خليني اتكلم عن البنات الصغيرين. اللي فعلا بشوف بنات ما كملوش 30 سنه وبشرتهم بجد معجزه. دول لو جم لحضرتك يعني ايه، واحده قالت ايه من فضلك انا عايزه اعمل فيلر، يعني افرزي لي وشي شويه عشان خاطر انا يعني، هل في تكنيك مناسب للبنات اللي هم في العشرينات او الثلاثينات؟ هي على حسب حاله بشرتها ايه، لان في اوقات ناس بتيجي ثانية واحدة. دي الهايبرد فيلر بقى واضحة، لان هي كبيرة شوية في السن. لا ده دي الصورة دي واضحة جدا. دي كبيرة، لان دي كانت واضحة، دي كانت جاية يعني هي شوية سن اولد ايدج وفي شوية ترهلات في الوش. ده سؤالي، كان سؤالي اللي جاي بالظبط، هو السؤال اجابته انا شفتها. ايوه ده يعني دي الحمد لله يعني بان معاها على طول، يعني دي حتى حطيت معاها اللي هو إبرة البلوم اللي قبلها اتكلمت عليها قبل كده علشان الفاين رينكلز اللي في الوش. دي برضو الهايبرد فيلر، خطين النيزوليبيا الفولد، هي اللي هو خطين نازلين مش خالص هنا ما شاء الله. ايوه ده حقيقي. طب اقول لك على حاجه، ومش باين ان هم يعني انا ما هي ده اللي انا بتكلم عليه. لا مش باين، ما فيش النفخه المرعبه اللي تخوف. لا ده اللي انا بتكلم عليه، ان زي ما المريضه تدخل زي ما تطلع، بس حست ان هي صغرت شويه. ايوه ده دي نفس النظام. الله. دي نفس النظام.
البشره تحسي ان عارفه اقول لك احساسي ودي كمان عارفه احساسي ايه ان البشره كان عارفه لما بجيب حاجه مكرمشه وتكويها بالظبط كده هو بيشد هو بيشد بيشد وبيرطب بيروي يعني أيوه. عشان يبقى فيه نضاره ايه ده الايد كمان ده الايد كمان فيها هايبرد فيلر اه ايه ده يعني ينفع الواحد يعمل على ايده ده أيوه الايد بتبين عجز الستات صحيح اكتر حاجه صحيح ايد والرقبه مش بنهتم بيهم الرقبه ايه بقول لك على الرقبه انا ابتديت الاحظ في رقبتي اشياء بتزعجني كل البنات وكل الستات بتركز على وشها تيجي الرقبه والايد تتكشف بقى لو لان اصل الرقبه والايد مش هيزعجوا حد غير اللي في سننا يعني اللي في سني ينزعجوا لان بيبتدي فعلا الكبر يبان من هنا ما شاء الله يبان في لا يعني لا لا في حاجات لا مفيش والله مفيش حاجه يعني على غفله كده بيبان بيبان طب الرقبه حضرتك ليها بقى طرق تخليها شويه ما اكيد 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 الرقبه لها حاجات كتيره بس هي على حسب الديجري بتاعت الترهل يعني ما ينفعش حد عنده ترهل شديد ويجي يعني افضل في حاجه زي كده ان احنا نريفير لدكتور جراح التجميل انما لو الخطوط اللي بالعرض مثلا في اوقات بنعمل لها بوتوكس اوقات بنعمل لها فيلر كالسيوم ده للشد فيلر حتى عادي هيلورونيك اسيد برضو للشد على حسب حاله المشكله اللي في الرقبه بس انا ما ينفعش اعمم اقول لو لقيت لو اي حد جالي مشكله في الرقبه انا هعمل له كذا لا لازم اشوف مين درجة قدامي درجه الترهل ودرجه السن ايوه وانا ما اهتمتش بقالي كام سنه بنفسي ما شاء الله عليكي ربنا يخليكي يا حبيبتي ربنا يخليكي طيب في برضو حاجات تحميني من ان انا اوصل يعني انا الفيلر والبوتوكس طبعا دول معروفين. شيء بقى معروفين وبقوا الحقيقه بقوا اساس بس في برضو لو انا قلت لحضرتك انا عايزه ايه زودي لي حضرتك شويه ازود لك اهتمامك انت في البيت لكن ما زودش ايه ما بحبحش ايدي في الفيلر مثلا او البوتوكس على ما هو برضو ارجع لحسب مين اللي قاعد قدامي اصلا انا لو بحبحت ايدي في البوتوكس في الفيلر او البوتوكس او الحاجات دي على حسب ما انا ممكن ابحبح ابوظ شكل ملامح اللي قدامي ما هو مش كل زياده حلوه هي هو ميزان يعني ما بين الطبيعي اللي ربنا خلقه لنا ما بين انا اقعد احقن وبحبح كمان دارسه تشريح فانت هتفهمي اكتر مني هي المساله مش بال لا بالحبه لا مش يعني. بالحبه لا مش بالحبه بايه يعمل ايه ويتحقن فين علشان يتحقن فين علشان يديني الناتشرال لوك وتبقى انت طالعه راضيه وفي نفس الوقت مش كل ما نشوفه ده انت بقيتي شبه فلانه ايوه كده لا ما ينفعش والله ملامحهم بتختفي وبيبقوا كل شبه طب احدث حاجه بقى اللي هو انا لو جيت لدكتوره ولا بفضلك انا عايزه كذا اللي انت قلتي عليه في الفيلر بالذات ما ينفعش مريضة تدخل تقول أنا عايزة كذا لازم هي ممكن أنا أسمع منها هي عايزة إيه بس أنا يعني كدكتور دارس والخبرة لازم تحترم يعني فأنا لازم نظرتي في وش المريضة لازم انطباعي يبقى فيها هي ممكن تقولي أنا شفت مثلا حد قريبي أو الممثلة الفلانية أو المذيعة الفلانية عاملة كذا بس لو هي مش أنت وأنت مش هي لو أنا رحت شدة على طول وعاملة لك زيها الجمجمي بتاعها بالظبط كده مش أنت ما ينفعش أروح شدة وعاملة لا أنا لازم فيس أناليسز قبل ما أبدأ بأي حاجة عشان لازم تطلعي أنت ما ينفعش تطلعي أنت بنت خالتك والمسألة بالتدريج مش بتبقى كلها مفيش حاجة صحيحة قاعدة واحدة الله يعلم كل حاجة ما ينفعش. لازم ألتزم انا بحبك جدا الله يكرمك لانك هاديه كده وبتبسطي الامور الله يخليك يا رب انا سعيده ان انا شفتك الله يسعدك والله واحنا سعاده جدا واسمحي لي انا هاجي لك بقى تنوريني والله تنوريني نفسي كده بسعيده والله انت تجيلي بس عشان نتشرف بيكي بس اتشرف بيكي شكرا جدا شرفتيني نورتيني للاسف الفقره الجميله دي خلصت استنوني الفقره الجايه ان شاء الله هتعجبكم